وللوقوف على آخر التطورات بالبرازيل عقب هذا الاقتحام، ينضم إلينا مباشرة من العاصمة برازيليا مراسل إن 24 هناك خالد التوبة. خالد، مرحبا بك. مرحبا زميلة مريم. خالد، ماذا عن آخر المستجدات المرتبطة بحادث اقتحام مقرات السلطات الثلاث في البرازيل؟ زميلة مريم، جو من الصدمة والاستياء على الصعيدين الشعبي والرسمي. في الحقيقة لفهم ما يجري في البرازيل علينا العودة إلى نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في أكتوبر الماضي، حيث فاز لولا دا سيلفا بفارق بسيط على الرئيس السابق اليميني جاير بولسونارو. هذه النتائج أججت الاستقطاب الذي لم يسبق له مثيل في البلاد، وجعلت العديد من المناصرين لبولسونارو وخصوصا من اليمين المتطرف يقومون بمظاهرات مستمرة للحيلولة دون تنصيب الرئيس اليساري، مطالبين بتدخل الجيش. بعد أسبوع من تنصيب الرئيس بفتح يناير الجاري، خرج المتظاهرون إلى ساحة الوزارات المعروفة في برازيليا. وفي الحقيقة المتظاهرون بدأوا بالوصول إلى العاصمة ابتداء من يوم السبت من مدن أخرى على مرأى ومسمع السلطات، وهو ما جعلها تتعرض لانتقادات لاذعة واتهامها بالتغاضي عن اجتياح مقر. الأمر الذي أطاح بحاكم المقاطعة الفيدرالية لاحقا وكذلك كاتبه للشؤون الأمنية. السلطات المحلية تحدثت عن اعتقال حوالي 400 شخص بعد هذه الأحداث التي لاقت تنديدا واسعا وطنيا ودوليا، وجعلت الرئيس لولا يصدر مرسوما بتدخل القوات الفيدرالية في المقاطعة برازيليا حتى 31 من هذا الشهر. طيب خالد، الأكيد كانت هناك ردود فعل داخلية وإقليمية ودولية أيضا، ما أبرز ردود الفعل هاته؟ صراحة ردود الفعل لم تتأخر كثيرا، خصوصا على مستوى رؤساء دول وحكومات أمريكا اللاتينية، وأغلبها بلدان تحكمها أحزاب يسارية كما لولا، حيث عبروا عن دعمهم للرئيس دا سيلفا بعدما رأوا أنه محاولة للانقلاب على السلطة في البرازيل. ونبدأ بلولا نفسه الذي قال أن ما سماهم المخربين الفاشيين الذين اقتحموا مقر البرلمان والمحكمة العليا والرئاسة في برازيليا سيتم إدانتهم ومعاقبتهم على الأعمال البربرية التي قاموا بها بحسب قوله. بولسونارو نفسه قال على وسائل التواصل الاجتماعي من الولايات المتحدة حيث رحل حتى قبل تنصيب الرئيس الجديد أن الاحتجاجات السلمية في إطار القانون جزء من الديمقراطية، لكن أعمال التخريب واقتحام المباني العامة مثل ما وقع يوم الأحد ووقع قبل ذلك من قبل يساريين في 2013 و2017 خارج عن القانون. وغرد الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز على تويتر رفضه للهجمات معربا عن دعمه غير المشروع وتأييد الشعب الأرجنتيني للولا في مواجهة محاولة الانقلاب كما سماها. تجمع دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي الذي يضم 33 دولة في المنطقة عبر عن دعمه لحكومة لولا التي انتخبها شعب البرازيل، ورفض الأعمال العنيفة ضد المؤسسات الديمقراطية البرازيلية، وهو نفس الموقف الذي عبر عنه الرئيس الشيلي غابرييل بوريك ونظيره الكولومبي غوستافو بيترو الذي دعا إلى عقد اجتماع عاجل وطارئ لمنظمة الدول الأمريكية للرد على محاولة الانقلاب في البرازيل. على الصعيد الدولي قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لا ينبغي تقويض إدارة الشعب البرازيلي، قائلا أنه يريد مواصلة العمل مع لولا. وعبر رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيف بوريل عن دعمه الكامل للولا وأدان الهجوم بأقوى العبارات، في حين أذن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشكل قاطع الاعتداءات على المؤسسات الديمقراطية البرازيلية. مريم. إذن خالد التوبة مراسل 24 ببرازيليا، شكرا لك على كل هذه التوضيحات والمعطيات.